مساء الخير للمشاهدين كل اللي عم بيتابعوني عبر قناتي على اليوتيوب. رقمين، هو رقمي اللي أنا بتلفلكن عليه، ورقم زياد اللي هو 00961705467 37. هذا رقم زياد. في كتير ناس عم شوف أنا عبر اليوتيوب وغير اليوتيوب كمان، توقعات اللي أنا بقولها، في توقعات قالتها من سنين، في توقعات قالتها من شهور، في توقعات قالتها بطريقة، كله موثق عندي وكله في تاريخ وكله في أرشيف. في ناس عمالة تنقل هالتوقعات أو عم بتقولهم نفسهم بس بغير صيغة، بس عم بينقلوا التوقعات. كمان هاي بقلكن إنه انتبهوا. وفي ناس تطلع بتقول على عدة مواقع التواصل، زياد بيقولوا على اليوتيوب، بيقولوا انه ليلى توقعت هيك، قالت هيك. انا دايما بقلكن اذا ما سمعتوا صوتي، صوت وصورة، انا ما هدول التوقعات ما بتمثلني، او مش انا اللي بكون حكي عنهم، بس ليجيبوا نسبة مشاهدة ويجيبوا نسبة ارباح. بس هذا اللي حبيت لكم اياه. فقبل ما ابلش انا عندي كم توقع، قبل ما نبلش فيهم اذا حدا عنده اي سؤال في يسأله. اوكي، بدلا اكترية الناس بدها تعرف عن وضع الدولار بلبنان. حكيت انا عنه زياد وقلت انه بيطلع لل 15، وفعلا وصل لل 15 وراح يطلع اكثر من 15. انا بشوف يعني بعد بيطلع بعد ايه له طلعه. اوكي، عن الذهب كمان حكينا هذيك المرة، بس يمكن كان الصوت شوي خفيف. كان الصوت خفيف. هلا انا بعدني بشوف يعني الذهب ما يعني ما بدنا نحكي فيه، لانه ستحكي فيه كتير انه هو بالمستقبل عملة العالم حتكون، والذهب هو راح يطلع بعد بشكل جنوني يعني طالع الذهب. لكن اللي عم بيسألوا عن لبنان، ست ليلى محضرة تبقى عن لبنان بشكل عام، إلا إذا حدا عنده سؤال خاص. أوكي، في ناس كمان، في ناس عم تسأل عن الدولار، عن الوضع بالكويت وعن أهل الكويت. سمعت امبارح اول امبارح حدا قال لي سمعنا خبريه. انا قلت حكيت كذا مره زياده عن الكويت انه في تغيير بقلب الحكومه، في ملفات الفساد بدها تنكشف بالكويت، حتى انه في اشياء رح نشوفها بالصوت والصوره بالملفات الفساد اللي حتكون، والحاكم بحكمته ما رح يقبل هالشيء ورح يصير في تغيير بإذن الله، وإن شاء الله الكويت بتنعم بالأمن والأمان وما يكون فيها أي يعني أي هزات. رح تتشكل الحكومة وين؟ بلبنان. لا، ما في شيء ما حيتشكل يعني عاجلا أم آجلا يوما ما، أكيد رح تتشكل، بس نحن بنقول الوقت بإيد رب العالمين. لكن أنا بشوف بإذن الله إنه الشيخ سعد ما في غيره هو اللي بيشكل الحكومة. الحكومة الجديدة في ليبيا شو رأيك؟ كمان الحكومة الجديدة بليبيا قلت لك بده يصير فيها مصالحات بينها وبين بينها وبين إسرائيل، بده يصير فيها تغيرات كتير. ليبيا راح يجي يعم السلام عليها، وراح تنعم بالسلام، والنفط لن يكون إلا لليبيين، والقبائل كلها بتتحد بليبيا، ليبيا بترجع أحسن من قبل بإذن الله. بليز ما بقى حدا يسأل عن الأبراج، لأنه ست ليلى صارت يعني حكي عن موضوع الأبراج وعن موضوع الفنجان وعن موضوع الطارو أكثر من مليون مرة. صح، يعني ما بقى حدا بليز يسأل عن موضوع الأبراج، ست ليلى ما بتقرأ أبراج. لا، لانه قلت لهم ليش انا ما بؤمن بالابراج، لانه الابراج هي تسليه مش اكثر يعني، وانا بحترم اللي بيعمل ابراج وكذا، بس انا ليش ما كثير الابراج بخدها زياد، لانه برجع بقول انه توم بيخلقوا فرد ثاني من فرد بطن، كل واحد قدره شيء وكل واحد شخصيته شيء، عرفت؟ ما ممكن انه واحد يكون مثل التاني، ما في انسان مثل التاني، ما في انسان قدره مثل التاني، كل انسان الله خلقه قدره شيء وطبعه شيء وعقله شيء،
فمشان هيك ما بآمن بالأبراج أنا. ستلاقي في ناس عم تسأل عن عن موضوع الانفجار مرفأ بيروت بأربعة، برأيك في حقيقة هتطلع ولا؟ ايوه يوما ما بتطلع الحقيقه. انا عندي الهام انه بدها تطلع الحقيقه يوما ما، والله يرحم اللي ماتوا، الله يصبر اهاليهم. عفوا. شايف شيء عن البحرين؟ شيء معين على البحرين؟ لا، البحرين انه مثل بالعكس بدها يصير فيها استقرار اكثر، تغيرات للاحسن، خصوصا بنص ال 2022. بنص 2022. اوكي. فنزويلا، في كثير ناس عم تسأل عن فنزويلا. وضعهم شوي المادي والاقتصادي، يعني معاملتهم شوي فيها انحياء. فنزويلا ما راح ترجع مثل الماضي، ما بتكون مثل الماضي. في تغيرات كثير بفنزويلا، راح نشوف تغيرات كبيرة بفنزويلا للأحسن. للأحسن، بس ما هلا، يعني مع نهاية السنة. يعني فنزويلا بتتغير، ما راح تضل بهالطريقة، إن كان عملتها، إن كان المافيات، السرقات اللي عم بتصير. في تغيير بفنزويلا بس مطولة شوي، مش هلأ زياد. ست ليلى، في ناس عم تسأل عن إذا أنت بتقدر تساعدي بموضوع الحسد والعين يعني الأشياء الأكثر من التوقع أو أكثر من الأشياء الشخصية. ليك انا يمكن ما بتعرف عن الناس هالشيء، انه بيعرفوا انه ليلى بس انه بتتوقع وقراءه خاصه. لكن انا لا، اكيد يعني عده سفرات سافرتها على عده دول عربيه، وطبعا رحت شفت شو اللي عندهم يعني. بس انا بسري، انا اللي ما ممكن اني اعطيه لحدا، كل انسان عنده سره يعني، انا عندي سري. فانا ساعدت ناس كثير، ساعدت ناس ما بتتخيل، في ناس سبحان الله. لا كيف وليه، عند ربنا. انا عندي كتب الوالد كثير قدماء، الله يرحمه، الشيخ محمد عبد النبي عبد اللطيف، والدي الشيخ ازهر مصري. فلكل داء دعاء، لكل داء دواء عندي. واكيد في ناس كثير 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 انه كثير بيسالوني عن الموضوع. لا اكيد في ناس بتسال عن حبيبي، في ناس بتسال عن القرين، عن السحر موجود سيدنا ادم ووقت خلقت هالدنيا، يعني من ايام هابيل وقابيل السحر موجود، وحتى بالقران الكريم القرين، العين، الحسد. لا عم بقول لك، لكل داء عندي، اكيد عندي. وفي ناس ارتاحت كثير يعني. شو بعد؟ في كمان في ناس عم تسأل عن حتى زياد، في 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 مثلا اللي ما بتتزوج، اللي عفوا اللي ما بتخلف، اللي او تأخرت الخلفة عندها، او اللي ما بيصير في زواج، او يعني بالمبدأ لكل شيء. لكن يعني لكل الحمد لله، الحمد لله، نشكر الله انه ما في شيء بيقع. الحمد لله. عم بيسألوا اذا في شيء امتحانات، في شيء، في شيء للمدارس بلبنان رح ترجع مثل ما نحن هلا بدنا نضل هلا مثل ما نحن. اي مثل ما نحن، ما في شيء جديد. شايفه شيء حرب بلبنان؟ ليك انا بحس انه حرب اهليه صعب، صعب يصير في حرب اهليه. مثل ما عم نشوف، ممكن نشوف فوضى، ممكن نشوف مناوشات، ممكن نشوف مظاهرات. هلا بنحكي عنها حتى هون، على شو خايفه يعني، بنحكي عنها بالتوقعات. اوكي. دولار حكينا عنه، بليز انجي حكينا عن الدولار. سد النهضة، ما عم بعرف شو قصة سد النهضة، عرفت شو قصة النهضة؟ قصدهم بين اثيوبيا ومصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يطول بعمره يا رب، حكي اليوم كمان، وكان عم بيعنيها انه وضع مأزم وما حدا بيقدر يعني. انا بشوف باذن الله، باذن الله ان شاء الله بتنحل، بتنحل سلمي باذن الله بتنحل. اوكي، برايك الذهب بعد رح يرتفع ست ليلى؟ انا اي بس مش ضروري انه انا بدي اقول شيء، مش ضروري زياد يرتفع الذهب اليوم وبكره ويرجع ينزل يقولوا ايه نزل. الذهب المستقبل، الفيوتشر تبع الذهب، تبع الذهب هو لطلوع، والدليل انه في بنوك رح تصير مش للفلوس، للذهب، للفضه، للذهب والفضة. نعم. أوكي.
يعني إذا أنت بدك تجيب شيء يمكن بعدين ستدفع ذهب يوما ما. تصير بالذهب مثل ما كان قبل. ذهب هو الذهب عملة العالم كلها بدها تكون. اوكي. سيف الإسلام القذافي في ليبيا. تحية لإله. شايفة شيء له بليبيا؟ عم يسألوا عنه. أنا يمكن أنا من سنين حكيت قلت إنه بشوفه خارج القطبين وهذا اللي صار. لكن يوما ما أكيد له دور. أكيد. أي طبعا بإذن الله. نحن دايما بنقول إذا الله أعطاه طولة العمر لأنه الأعمار بإيد الله والله يطول بعمره، يوما ما سيف الإسلام القذافي نعم له دور. وعلى فكرة كتير له شعبية ومحبين وقبائل كتير رح تلتف على سيف الإسلام القذافي ورح يوقفوا معه، لأنه ليبيا عن جد عم نحكي في شخصيات أكيد بليبيا، شخصيات حابة أنه بلدها يرجع، يعني شخصيات سياسية مع احترامي كلهم لإلهم، بس سيف الإسلام رح يكون رح يرجع ليبيا يمكن مثل ما كانت أحسن من الأول، أحسن بكتير. هو و عفوا قد ما اسميهم بتضيع الصابين. ايه طيب بس حتى مش الثاني اللي وقع حفتر. طيب هاي ما تصبح تونس مثل دبي، هيدي صايروا قايلين لي كثير، يعني انا حكيتها بحلقه بقلب تونس. لما انت بتقول التوقع يا اخي، نصر دميس كان قبل يتوقع وكان تاخذ معه وقت، هلا تونس كل ما بيصير في شيء غلط تنزل العالم على الطريق وبدهم ياخذوا حقوقهم، وهيدي هي الثوره النظيفه وهي الثوره المضبوطه بتونس. لكن انا بقول لهم للشعب التونسي انه تونس خضره ورح تبقى خضره ورح تتعمر تونس، في اجانب رح يجي يستثمروا بتونس، رح يعمروا تونس، فنادق كيف شرم من انعملت وما كان قبل من زمان في شرم الشيخ وحكينا شرم والغردقه. تونس بدها تعمل مدن سياحيه، بدها تعمل حيصير فيها اعمار، حيصير فيها سياحه، لكن هل مش بساعه سماعه، يعني بدها تاخذ شويه وقت بس قدام رح تصير. عن الأردن في شيء؟ عن الأردن شايف شيء؟ عن الأردن في شوية سرقت شوية عن توقعاتي، في شوية يعني حيصير شوية هيك لخبطة بالأردن، بعدين بحكمة الملك عبد الله بيرجع كل شيء مثل ما كانوا أحسن. ممكن برأيك يوم ما لبنان يرجع سويسرا الشرق؟ والله أنا كل العالم عم بتفل وكل العالم متشائمة للبنان، إلا أنا بحس إنه لبنان رح ترجع، أكيد رح ترجع يوما ما سويسرا الشرق. بدهم يعني بدي أقول لك شيء، احترنا إذا قلنا، يعني أنا عم بحكي الحقيقة، إذا قلنا مش منيحة بيقولوا أي، وإذا قلنا منيحة وين عايشة. هلأ معهم حق، الوضع مزري بلبنان، العالم جيعانة، ما عم بيلاقوا دواء، ما عم بيلاقوا، يعني أنا بكيت لما شفت العالم بالسوبر ماركت هذا لبنان عم بيتخانقوا على الحليب وعلى الزيت، صدقني تأثرت كتير. واللبنانية نحن عنا يا زياد بلبنان، الغربية اللبنانية اللي برا بالغربة عم بيساعدوا لبنان كتير، وقد ما فيهم عم بيساعدوا لبنان. لبنان ممنوع يجوع، لبنان بإذن الله ما رح يجوع، وهيدي قلناها. أنا بشوف لبنان يوما ما بده يرجع يوقف على إجري ورح يتعافى، وبنرجع بنقول نيالي اللي عنده شقفة أرض أو بيت بلبنان عظيم ان شاء الله يا رب. برايك الكويت رح حتى لو صار فيها مثل ما شايفه انا في فوضى بدها تصير بعد مظاهرات اغتيالات، في اشياء بدها تصير، بس نحن عم نحكي وين حنوصل بعدين بلبنان، بالمستقبل. ايه بالمستقبل مش لبعيد، لبعيد وفي وصايا اجنبيه على لبنان فيه. ان شئنا ام ابينا لبنان لحاله ما رح يمشي حاله، لا وصايا اجنبيه طبعا. في تطبيع بين الكويت وإسرائيل؟ مين عم بيسأل؟ حدا هون. ليك هيدا ما فيني جاوبك عليه، بده تحضير، بوعدهم أنه ولا بعدين أني جاوب عليه. عن كورونا في شي جديد؟ كورونا جاني تقرير من قبل كم يوم تصديقا لكلامي،
حضرتك بعته من بريطانيا بيقول انه جائحة كورونا انه انتهت وراح يرجع كل شيء طبيعي، وانه بدنا نمشي معه مثل كأنه غريب رشحات. رشحات. صحيح. اوكي، المغرب في شيء، في شيء عن المغرب، عن العراق؟ العراق الله يعطيه العافية، ألف عافية الكاظمي نعم. اللي عم بيعملوا هلأ للعراق واللي عم يشتغلوا للعراق. بنقول إنه العراق جاي على مراحل بإذن الله كتير مهمة اليمن او مع مصر ومع مهمة السعودية. مهمة مهمة مهمة. شوف اليمن، العراق، ليبيا بإذن الله، كمان يا ربي سوريا، إنه هالشعوب تعبت، طبعا صار له زمان. الدول اللي كانت منكوبة تعبت. فأنا بشوف إنه راح يحل السلام على هالدول بإذن الله، خصوصا العراق. خصوصا العراق. ما راح يسكروا لبنان 6 شهور؟ لا، ما لا، مش مثل ما كنا ماشيين قبل، يعني إنه الحفلات مثل ما قالوا على التلفزيون، يعني ما إنه توقع إن قال هالشي على التلفزيون. التثبيت بتاع بهالعالم إيه، أكيد. بس ممكن يرجعوا يفتحوا قبل 6 شهور، أوكي. ما حد القصة لأيلول يعني. بعد في شو؟ بعد في منصة حكي مصر في لبنان، شو؟ سمعت فيها هاي المنصة؟ لا، تبع إنه بصير فيك تشتري دولار من البنك بدل ما أي تشتري ممكن منها. أنها تصير، يعني ممكن أنها تصير، بس هي قالوا عنها إنه حتكون تابعة للسوق السوداء، يعني ما بدها تابعة. أي ما هي هي. أوكي، شو بعد في؟ بعد في شيء انفجارات بس بلبنان؟ بإذن الله خلال سنتين أنا بقول إنه اللبناني بيرجع بيقدر يسترجع مصريات. بالدولار. ما بعرف، بس إنه بياخد بيرجع بيسترجع مصاري. شو بعد في؟ الامتحانات حكينا عنها، الجزائر حكينا عنها، تونس حكينا عنها، وسوريا حكينا عنها. سوريا كان في حلقة لست ليلى على التلفزيون لنا، إذا حدا بحب يتابعها مفصلة أكثر. شو بعد في؟ الذهب رح يكون رقمي مثل البيتكوين وغيرها. اي برقمي، وعندك كتير يعني قلنا اوروبا بده يصير فيها مزعزعات، حتى امريكا. بس انا كتير بتفائل للسعوديه، للامارات، قطر، وين دول الخليج كلها حتتحد وتكون ايد وحده، وراح تصير مش بس سويسرا الشرق، اكثر من أكثر سويسرا من الشرق. سويسرا الشرق. شايفة شيء حلم حلم السعودية، حلم. حلم. إيران عم بيسألوا إذا شايفة شيء لإيران. ليك هلأ بهذا بالوضع هلأ، كمان أنا بقول من قلب الداخل الإيراني رح يكون في تغيرات، يعني بتمنى أنها تكون للأحسن، إن شاء الله يا رب تكون للأحسن. بس كل فترة بصير يعني هيك مظاهرات وبترجع بنفس الشارع. بس في، أنا بقول في مفاوضات راح تصير يعني بين إيران وبين أمريكا، لا محالة بده يصير في مفاوضات. السعودية ست ليلى جاوبت اللي عم بيسأل عن السعودية، وكنت قلت قبل إنه في شيء بالمطار أو عن طريق المطار. وين؟ أنت قلت إنه في شيء بالمطار بيروت. لا، ما مش، لا سمح الله، شيء مش منيح. بس عم يسألوا هني إنه هو انفجار ولا لا، مش لا 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 ما في، لا مش لا عاطل يعني. لا لا لا، أوكي، في شيء انفجار تاني ببيروت؟ ليك نحن من 75 زياد، ما خلصنا من هالشيء، يعني انه ما انه جديد، بس انه مش مثل قبل، يعني مش مثل قبل. هلا من وقت للتاني رح يصير في عنا بهالسنه شويه لخبطات. ما بدي نقز العالم اقول لا سمح الله اذا انفجار او اغتيال. في بعد فوضى، لكن انه لا بعدين، انا بشوف لبنان بيرجع على احسن ما يكون. شو هو الفيروس الجديد اللي حكيت عنه ست ليلى؟ ما هلا، يمكن بعد فترة، بس مش هلا. هي انه يمكن اكثر شيء بامريكا بده يجي نوع، هو نوع من ال في 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 اثنين نوع من الفيروس اللي بيجي بصوب افريقيا، ونوع من الحشرات اللي هي انا زمان حكي عنها بتاريخ يشرب وعند الأرشيف. نوع من الحشرات بتجي صغيرة، يمكن قد البرغشة أو أكبر، تمام. بتخلق، إيه هي بتسبب
بتسبب كتير اشياء، بس اكثر شيء يمكن شايفتها صوب امريكا. عظيم. شو سلطنة عمان؟ شايفة شيء لسلطنة عمان؟ في سلطنة عمان اللي هي دايما عايشة بسلام مع حالها ومع الدول العربية كلها، بشوفها بتفتح، يعني بتفتح على الدول العربية أكثر. صح، ما بتضلها هيك من غلقة. في ناس عم تسأل عن الضريبة بالسعودية، هل هي مطولة؟ أي ضريبة؟ ما كنت أنا عايش هناك، يعني عشت شيء بسيط، يعني مش مثل غير دول. إذا يشوفوا ضرائب بأمريكا وبأوروبا ويشوفوا عنا، بالعكس السعودية رح تكون حلم لكل إنسان بصراحة، على المخططات اللي عم يعملها ولي العهد محمد بن سلمان الله يطول بعمره. يعني اللي عم بيصير هلأ بالسعودية فعلا حلم. في كلمة حلم بترد؟ لا، هيدا مش حلم. حلم انك انت فعلا تكون بقلب الرياض او بقلب السعودية، لانه يلي جاي على المملكة صحيح حلم من كل النواحي، بكفي فيه استقرار وسلام وامن وبتفوت على، لا يعني حياة رفاهي، حياة رفاهي. عظيم. الله يخلي هالبلد امن وكل الدول العربية يا رب. في حل الكهرباء بلبنان برأيك؟ في حل الكهرباء، في حل الكهرباء، بس مش هلا كمان طبعا، بده بعد ما مش وقت كتير. يعني مثل نحن بنكون عم نحلم، ننام على شيء ونقوم على شيء، بس مش قبل، يعني مش قبل اخر السنة، مش قبل السنة الجاي. بس انا بنظري انه رح لك شغلة لقدام، هيدي رؤيا، انتبه. بس رب العالمين هو بيثبت امتى الرؤية. ما بقى حنشوف موتورات بلبنان، الكهرباء بدها تجي 24 24، وما بقى في موتورات. هيدي رح نشوفها، انه رؤيتي ل ل لمستقبل لبنان، يعني ل ل ل ل ل مش بكره، لا لا مش بكره. الامارات وتركيا في مصالحه، في تصالح بين بعضهم؟ وين؟ الإمارات وتركيا. تركيا أنا قلت فيه بيصير مصالحات بينه وبين السعودية، كمان بحكمة ولي العهد محمد بن سلمان، وبيصير فيه هو خلينا نقول عراب المصالحات الدول العربية هو الأمير محمد بن سلمان. في حاجة السنة؟ أحسن من السنة الماضية. أفضل. نعم، بس مش مثل العادة. لا، بس أفضل من السنة الماضية إن شاء الله. السنة اللي جاي بيكون أحسن. صحيح. عظيم. طيب شو بعد؟ الدولار أنت بده ينزل طول، قالتها كذا مرة. بالأردن حكيت عنها. طب كنا نحكي شوي عن توقعاتك ست ليلى. ليك هو في حزن بأمريكا، في حزن ببريطانيا بس ما بعرف عشو، في حزن بفرنسا. هذول ثلاث دول مثل كيف بيقولوا تنكيس أعلام، تنكيس أعلام، يعني نحن بننكس على شخصية. نعم، مش ما بعرف مين، بس بنكسوا الأعلام، بس ما بعرف ليه. خلينا نقول إنه سؤال آخر، سؤال قبل ما نبلش بهدول، شايف شيء عن الوضع الاقتصادي ببلجيكا؟ بلجيكا؟ وضع هلا اوروبا كلها الوضع الاقتصادي ما حيكون منيح، لا هلا ولا السنه الجايه. في زياد، بدنا نقول نجات احد الشخصيات البارزه بلبنان من محاوله اغتيال فاشله، ويمكن تكون هالشخصيه لاحد الوزراء او النواب، ان شاء الله بتبيق بالفشل. اوكي، هلا كنا عم نحكي على مطار رفيق الحريري. الدولة بيحتل الحدث الابرز من خلال المرحلة القادمة، لفترة بتتوقف بعض الرحلات. هلا ليه وكيف ما بعرف الجوية. الرئيس نبيه بري بيمنع الانهيار التام قبل الانفجار الخطير، وذلك من خلال المرحلة القادمة. بعيدة؟ رئيس عربي
بنشوفه بيرحل قريبا، بيرحل قريبا عن شعبه. اوكي، الشارع اللبناني بيشتعل من جديد وبخطورة أكثر، بيكون يعني أكثر من قبل لفترة، غضب بدك تقول بالشارع بيرجع بيصير. خلال المرحلة القادمة بنشوف انتشار لقوى عظمى بلبنان، وخصوصا على مدى الشاطئ اللبناني. قوى عظمى يعني قصدك غير اليوان؟ ما بعرف قوى عظمى ايه، غير يمكن اليوان، بس مش هلا، مش ضروري هلا. احدى ممثلي الكتل النيابية زياد بنشوفها بالمستشفى، وبتكون بصحة حرجة للغاية، ومنقول الله يستر يعني، إن شاء الله لا يا رب، بس هيدي راح نشوفها هيك فجأة. خايفة أنا بقول لك على بعض إعلاميين ومصرفيين من محاولة اغتيال، ينتبهوا. وبشوف بعض الإعلاميين أو المصرفيين بيغادروا البلد لفترة خوفاً من عملية اغتيال أو شيء. طائرات غير لبنانية بتحلق فوق سما لبنان، هلأ ليه وكيف ما بنعرف. والتلفزيونات بتواكب الحدث. منشوف حادث أمني خطير بهز أحد مطارات العالم، وخاصة بأحد الدول، يا العربية الأجنبية ما بعرف، بس خطرة يعني القصة بأحد المطارات العالم. أوكي، هيدي بالنسبة لهون. في بعد أسئلة معينة؟ في ناس عم تسأل عن غزة، شو وضع غزة برأيك؟ في شي لغزة؟ عم يسألوا إذا برأيك رح يتثبت الدولار بلبنان؟ إيه رح يتثبت، بس مش هلا، بس بيتثبت، بس مش هلا، بيتثبت على الليرة اللبنانية وخلص. بس لأنه بيكون عم يجي اتصالات. ايه، شو كنت عم تقلي؟ كنت عم تقلي شيء على قلت لك الجنيه المصري انه كيف تثبت، زي ما انا قلت سبحان الله عطينا الرقم قد ايه وصار الرقم قد ايه، بس انه تاخذ جهد مني شوي. ما هلا في شركات، اربع شركات اللي انا مستلمتهم، فبهيك بالاشياء بالعملات وبغير عملات وهيك، بعمل لها دراسه زياد لحتى اعطيهم الشيء المظبوط مشان ما يفوتوا بالحياه. صحيح. هل في كتير أسئلة عن السويد، عن ألمانيا، عن السودان، عن